أي امتياز يا رب، أي امتياز نقف قدامك، أي امتياز يا رب كهيكل لروح الله نقف قدامك. هللويا. ارفع ايدك معايا لو تحب، قول له لن اسمح باي تراب ياتي على دعوتي، لن اسمح باي سلب ياتي على ذهني، لن اسمح باي تشتيت ياتي على افكاري. انا عايز اقف في مكاني، عايز اقف في مكان النعمه والبركه، عايز اقف في مكان الكرامه والاستخدام. لن اسمح باي يا رب تشتيت بامور أرض وأمور يا رب، لن أسمح يا رب أن حد ياخد أني ما أفش في مكاني وأن أسلب من مكاني. لن أسمح يا رب. ها أنا ذا يا سيد، ارفع يدك قل له زي ما أشعي عمل، ها أنا ذا يا سيد، ها أنا ذا يا سيد في التكليف، ها أنا يا سيد في ال... ها أنا ذا يا سيد واقف قدامك، ها أنا ذا يا سيد بميل هداني، ها أنا ذا يا سيد لكي أسمع ما تقول، ما يقول الروح، ها أنا ذا يا سيد عشان أستقبل مزاج السماء، صوت السماء، مقاصد السماء، ها أنا ذا يا سيد. مش هشخص اللي في الأرض وأسيب إبليس يشتغل، أنا هشخص وشرع. هللويا باسم الرب يسوع. ها أنا ذا يا سيد، زي ما شعيا قال لك ها أنا ذا، بنقول لك يا رب ها أنا ذا يا سيد. تأتي السماء يا رب، ويأتي ملكوتك، ملكوتك على الأرض.
هنطلع صوت، هنطلع صوت، صوت اللي هو قاله نشرعه كما في السماء كذلك على الأرض. هنشرع التشريعات اللي هو قالها لنا ليتقدس اسمك. أنا عايز أطلع صوت قوله ليتقدس اسمك. يتقدس اسمك ده على حاجات محددة، فارفع ايدك معايا كما في السماء، زي ما في السماء اسمك مقدس يتقدس اسمك في الأرض. وجه هذا التشريع لأمور محددة محتاجة ان اسم رب يتقدس فيها. شرع من فضلك، انت فين محتاج تشرع هذا التشريع؟ على ايه محتاج تشرع هذا؟ تبص على الأمور دي وتقول يا رب ليتقدس هنا اسمك، يتقدس في المواجهة دي اسمك، يتقدس في الأمر ده اسمك، في الفساد اللي حاصل ده ليتقدس اسمك، في مؤامرات إبليس يتقدس اسمك، على جسدي ليتقدس اسمك، على بيتك ليتقدس اسمك. شرع كما في السماء ليتقدس اسمك، كما في السماء ليتقدس اسمك. صلي كما في السماء ليتقدس اسمك. قل له كده، كما في السماء يا رب ليتقدس اسمك، على بيتي، على فلوسي، على الخدمة، على البلد، على السياسة ليتقدس اسمك. هللويا. على رئيس هذه البلد ليتقدس اسمك يا رب، ليتقدس اسمك. صلي ليتقدس اسمك. ايه يتقدس اسمك. على كل من هو في منصب يتقدس اسمك يا رب. هللويا. خلينا نكمل تشريع. ليأتي ملكوتك. كل أمور محتاجة قوة الرب، كل أمور محتاجة حسب، إن كان في بيتك، إن كان في خدمتك، إن كان في الكنيسة، إن كان على بلدنا، كان على البلاد المحيطة بينا، كان على مؤامرات إبليس للحروب، نحصل حروب خلال الزمن الجاي. ارفع إيدك معايا وشرع. ليأتي ملكوتك كما في السماء. ملكوتك، قول كده، ملكوتك كما في السماء. ملكوتك كما في السماء. مرة كمان بقى، صلي لأمورك الشخصية واخرج من أمورك الشخصية. صلي للبلد، صلي للبلاد المحيطة بينا. ملكوتك كما في السماء، كما في السماء يا رب. ملكوتك النهضة اللي انت عايز تعملها في الشرق الأوسط في الأزمنة الأخيرة، كما في السماء يا رب. ملكوتك. صلي، طلع صوت، اعمل دوشة، طلع صوت، اعمل دوشة. النهضة اللي في قلبك للمنطقة دي، كما في السماء يا رب. ليأتي ملكوتك على البلاد المحيطة بينا، على البلاد العربية، على إسرائيل، على كل الزمن، على الخليج، على إيران، كما في السماء. ليأتي ملكوتك كما في السماء. هو اللي قال لنا صلوا هكذا. من فضلك طلع صوتك. تقولي أنا أصلاً، تقولي أنا أصلاً مش حاسس بنهضة، عايزنا نصلي من أجل البلاد المحيطة. أقولك زي ما اتفقنا، لما بتشرع تشريع زي كده الرب يقوم رافع المية جواك ويعمل نهضة فيك، عشان انت بتحط قلبك في اللي في قلب الرب. تقول انا قلبي بارد، اقولك اه بس قلب الرب سخن. تقول انا قلبي مفوش نهضة، اقولك بس قلب ربنا مليان نهضة. فأول ما بتاخد المزاج بتاع ربنا، المود بتاع ربنا، مود ربنا نهضة، مود ربنا نار، اول ما تنطق مود ربنا البرودة بتاعتك بتشعلل. عدم القداسة بتاعتك بتغير للقداسة اللي موجودة في السماء، لأنك بتجيب اللي موجود في السماء فبتتنقل اللي موجود في السماء، فالنعمة تقوم رفعاك اللي موجود في السماء. فمن فضلك لو انت حاسس ببرودة وده مش موضوعك ان الرب يعمل نهضة في الشرق الأوسط، حط قلبك برضو، لأن ده موضوع الرب. ولما لما لما تشرع مواضيع الرب، رب يقوم رافعك انت، رب يقوم رافع حياتك انت. ملكوتك كما في السماء يا رب على المنطقة، ملكوتك كما في السماء يا رب على المنطقة. يأتي ملكوتك كما في السماء.
ايدك معايا. كل سلب، كل سلب للقصد، للمصير، للدعوة، كل سلب إبليس بيحاول يسلبه، مؤامرة إبليس تفشل. شرع معايا مؤامرة إبليس للسلب، لسلب تركيز، لسلب الدعوة، لسلب الوقفة، لسلب الاختراقة. مؤامرة إبليس تفشل على حياتي كما في السماء، لتكن المشيئة كما في السماء. شرع، لتكن المشيئة كما في السماء. اعمل دوشة، ليكن وقتي كما في السماء، لتكن أفكاري كما في السماء، لتكن المشيئة كما في السماء، لتكن مؤامرة الرب هي اللي بتسري في الأرض كما في السماء. لتكن المشيئة كما في السماء كذلك على الأرض. اعلن كده، أنا رافع إيدي لكي أبطل مؤامرة إبليس. لما موسى رفع إيديه فوق كان يشوع بينتصر، كان عماليق بينهزم. أنا رافع إيدي من أجل أن مؤامرة الرب تنجح تحت الجبل. أنا رافع إيدي من أجل مشيئة الرب تحصل تحت الجبل باسم الرب يسوع. ممكن نصلي صلوة مهمة كده، احنا رافعين إيدينا فوق الجبل من أجل أن كل عمى للأذهان تحت الجبل، من أجل كل مؤامرة لإبليس يشغل بها الناس بعيد عن إنهم يطلبوا الرب من كل قلوبهم، تترفع مؤامرة إبليس تماما، ومؤامرة الرب على مصر بمحبة، بسلام، ببركة، بغفران وبخلاص تلمس هذا البلد باسم الرب يسوع. فصلي معايا من فضلك، صلي معايا من أجل سماء مصر تمطر خلاص، سماء مصر تمطر خلاص، سماء مصر تمطر أحلام، تمطر رؤى، تمطر حماية، تمطر خلاص. وبنختم على هذه الصلوات بالعهد بتاع الرب، والعهد الرب يضمن، يضمن هذه الصلوات. لا سلب، لا تدخل مصر في حروب جانبية، لا تدخل مصر في أمور جانبية، لكن تحفظ مصر تحت أمطار بركة وأمطار خلاص لأحلام ورؤى القدير اللي تفتدي الشعب ده تماما. شعبي مصر باسم الرب يسوع، افتداء، افتداء، افتداء. تحفظ رجلين مصر، تحفظ قرارات مصر، تحفظ خطوات مصر باسم الرب يسوع. وهذه الصلوات تغطى بعهد الرب، تغطى بعهد الدم، تغطى بعهد الرب علينا، عهد متقن في كل شيء باسم الرب يسوع. قلوب المصريين رجوعا، قلوب المصريين رجوعا باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. هللويا. قد صعد الفاتك امامنا، نيرانه تحرق اعداءنا. قد صعد الفاتك امامنا، نيرانه تحرق اعداءنا. مليكنا يخرج للحرب، مليكنا يخرج للحرب، مليكنا علي على كل الارض. نيرانه تحرق أعداءنا، صعد الفاتك أمامنا، نيرانه تحرق أعداءنا. مليكنا يخرج للحرب، مليكنا يخرج للحرب، مليكنا علي على كل الأرض. كنت في المصطفى يملا أفواهنا، صياح القصد بين أعدائنا. I'm
تحب ترفع ايدك معايا؟ الرب يرى كل واحد واحدة هنا عمود من الأعمدة الرب عايز يثبت فيها السماويات. أي واحد هنا بيقبل هذا التكليف على حياته، أي واحد هنا بيدرك إن ده التكليف اللي الرب يطلقه للنقلة، إنه يستخدمك كعمود لتثبيت السماوات على الأرض، لغرس السماوات وتأسيس الأرض كي تأتي بالسماء على الأرض، لأن رب محتاجك. ربي بيدور على واحد لا يضطرب باللي بيحصل في العالم، لكن بيسمع رب يقول إيه وبيوصل السماء بالأرض. يا رب ضع إيدك على كل أخ وأخت ليا، ضع إيدك على كنيستك في بلدنا وفي كل بلاد اللي بتتفرج، ضع كنيست إيدك يا رب على كل بلاد بتتفرج الآن وكل محافظات بتتفرج الآن باسم رب يسوع. لينسكب زيتك على كل أعمدة نار، ينسكب زيتك على كل أعمدة نار وكل هياكل رفع مذابح في كل منطقة في بلادنا وفي البلاد المحيطة بينا. ينسكب زيتك وحضورك ومسحتك على كل عمود نار وعلى كل هيكل بحضورك يا رب في كل منطقة في كل محافظة في كل بلد باسم رب يسوع، على كل مجتمعات أنطاكيا، على كل يا رب على كل كنائس وكل خدمات يا رب رفع أيديها لكي تكون عمود نار في هذا الزمن، توصل السماء بالأرض باسم الرب يسوع. ليسكب حضورك وزيتك قوتك حمايتك رعايتك عنايتك ملائكتك رؤسائك يتحركوا باسم الرب يسوع. هللويا. أزمنة سلطان، أزمنة الكنيسة تتسيد، الكنيسة تسود باسم الرب يسوع. أجواء متغيرة، ارفع ايدك يعني أجواء بلدنا تتغير، أجواء بلدنا تتغير، أجواء بلدنا تتغير،
تتملي من الإعلان، تتملي من القوة، تتملي من الآيات والعجائب باسم الرب يسوع. كل أجواء موت، كل أجواء مسكنة، كل أجواء شفق على النفس تتكسر الآن، تتكسر باسم الرب يسوع. ارفع ايدك معايا وصلي من أجل مصر والسودان باسم رب. لا حواجز ما بين مصر والسودان، لكن طريق وسكة ما بين مصر والسودان، مليان قوة، مليان نعمة، مليان مسحة. صلي معايا من أجل الكتاب المقدس زي ما بيتعامل مع مصر والسودان كواحد باسم رب يسوع. لا حواجز بين مصر والسودان، لكن نهضة وتغيير في الأجواء باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. بنقف ضد كل حاجز، بنقف ضد كل فجوة، بنقف ضد كل حتى حاجز في الكنيسة ما بين كنيسة مصر وكنيسة السودان، وبنعلن مجد الرب يرى على الكنيستين ويبقى كنيسة، كنيسة الرب باسم الرب يسوع. مجد الرب يرى. قبل التكليف أشكرك من أجل كل حد بيقف في المكان، أشكرك من أجل الكنيسة. هللويا، مجيدة، كنيسة مجيدة، لا عيب فيها ولا غضن ولا أي شيء من مثل هذا. أشكرك أنها كنيسة مرهبة كجيش بألوية، طاهرة كالشمس، جميلة كالقمر، مرهبة كجيش بألوية. أشكرك، أشكرك، أشكرك. محبة الله الآب، نعمة ربنا يسوع المسيح، شركة وعطية الروح القدس تكون معكم، تدوم فيكم من الآن وإلى الأبد. أمين.